عيناها خائرتا القوى وجسدها الأشبه بالهيكل العظمي يلخصان بعضا من مآسي الحرب والفقر والكثير من مظاهر الإهمال. الحرب التي أجبرت فاطمة ذات 12 عاما وبرفقة أشقائها 10 على العيش تحت شجرة في إحدى أشد المناطق فقرا بمديرية أسلم بمحافظة حجة بعد نزوحهم من الحدود اليمنية السعودية، أفرغت جسدها المتهالك من دهونه تماما حتى أصبحت هكذا عظما يغطيه جلد فقط. مخزون الدهون في الجسم استهلك تماما وأصبح الجلد على العظم، فهي الآن بتستمر تقريبا مدة شهر كامل تأخذ الرعاية الطبية والدعم النفسي لتصبح يعني قادرة على استعادة صحتها. في داخل العيادة التي تعنى بعلاج حالات سوء التغذية بالمديرية تزن فاطمة نفسها بعد وصولها إليه بتبرع أحد أقربائها المتكفل بعلاجها. يشعر الأطباء بالصدمة، وزنها لا يتعدى 10 كيلوغرامات. تحتاج إلى شهر من العلاج لتستعيد بنية جسدها وقوة عقلها، يقول الأطباء، ثم يتابعون مهمتهم الشاقة بمحاولة إنقاذها من الموت. بالقرب منها تقف أختها الكبرى والتي تشاطرها الاسم أيضا فاطمة، تساعدها في الأكل والتنقل والتخفيف عن بعض من معاناتها. تؤمن فاطمة الكبرى بأن لا مستقبل أمامهم، فالفقر حكم عليهم بالموت مسبقا. ولا حد شفقه ولا حد رحمه ولا معاونة معاه في شأنها، تلقوا ذا تعبانة لنا وانطابي من شبه فيها، إن ماشي معانا مستقبل العرض. أنا عندنا حد واللي شبعان متشبعش فينا، ساكنان في أحسن بيت ما يقولناش دخلوا من المطار عندي. الطفلة فاطمة ليست الأولى وبالتأكيد لن تكون الأخيرة، فهذه العيادة يصلها يوميا 10 من حالات سوء التغذية الحاد خاصة من الأطفال، فيما تعاود المجاعة مدعومة بالحرب الفتكة بهم.